على عذر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السنغالية، رئيس الجمهورية يهنئ الرئيس السنغالي المنتخب بمناسبة فوزه ويشيد بنضج التجربة الديمقراطية السنغالية. رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الأفريقي يستقبل بالقصر الرئاسي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الرواندي المبعوثة الخاصة لرئيس جمهورية رواندا. وزير العدل يشرف في نواكشوط على انطلاق اللقاء السنوي للنيابة العامة ضمن جهود مواكبة إصلاح وتطوير العدالة في بلادنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام لتفاصيل الرابعة، حيث عرب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني عن سعادته بمناخ التهدئة والمسؤولية الذي اتسمت به العملية الانتخابية في جمهورية السنغال. جاء ذلك في تغريدة لسيادته على حسابه بمنصة إكس، هذا نصها: أنا سعيد للغاية لأن السنغاليين صوتوا في مناخ من التهدئة والمسؤولية، وإن هذا النموذج الراقي من الديمقراطية والتناوب السلمي لهو مصدر فخر لكل إفريقيا. خالص التهاني للرئيس ماكي سال وللرئيس المنتخب باسيرو دومايفاي. وكان رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني قد وجه برقية تهنئة إلى رئيس السنغال المنتخب السيد باسيرو دومايفاي على إثر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في السنغال، هنأه فيها على الثقة التي منحه إياها الشعب السنغالي لتحمل مسؤوليات رئاسة بلاده. وعبر فخامته في بيان عن ارتياحه لجو الهدوء والمسؤولية الذي طبع هذه الانتخابات والذي برهن على نضج الديمقراطية السنغالية. كما عرب فخامته عن إرادته الصادقة وكامل استعداده للعمل سويا مع الرئيس المنتخب باسيرو دومايفاي لأجل تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين البلدين وتقوية أواصر الصداقة والأخوة التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين. استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني رئيس الاتحاد الافريقي امس بالقصر الرئاسي في نواكشوط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الرواندي السيد فينسنت بيروتا مبعوثا خاصا من فخامة رئيس جمهورية رواندا السيد بول كاغامي. وتطرق اللقاء لمجالات التعاون بين البلدين وسبل الدفع بها الى افاق ارحب خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين، إضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك. جرى اللقاء بحضور الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية المختار للجاية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني في الخارج محمد سالم المرزوق والمدير العام للأمن الخارجي والتوثيق اللواء إبراهيم فالول الشيباني، إضافة إلى أعضاء الوفد المرافق للمسؤول الرواندي. وفي تصريح له بعيد المقابلة أكد المسؤول الرواندي أنه تشرفه بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني رئيس الاتحاد الأفريقي، حيث سلمه رسالة من أخيه وصديقه فخامة الرئيس الرواندي بول كاغامي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية. وأضاف أن الرسالة تضمنت أيضا دعم الرئيس الرواندي لفخامة رئيس الجمهورية الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي. Exerce aussi la présidence de l'Union africaine depuis février de cette année. Et donc nous avons échangé sur ces questions aussi. Mauritanie. تراس وزير العدل صباح أمس في نواكشوط اللقاء السنوي للنيابة العامة تحت شعار النيابة العامة ومواكبة الإصلاح وتطوير العدالة. وسيتلقى المشاركون في هذا اللقاء عدة عروض حول مختلف المواضيع الهادفة إلى إصلاح وتطوير العدالة.
تمثل الترسانة القانونية أداة قوية لتحقيق أمن المواطن وسلامته وسلامة ممتلكاته واحترام حقوق الإنسان وتكريس الحريات الفردية والعامة. هذا ما أكده اللقاء السنوي للنيابة العامة الذي تقيمه وزارة العدل، والهادف إلى مضاعفة الجهود لتكريس استقلال القضاء وتقريب خدماته من المواطنين باعتبار عمل النيابة العامة يمس كافة محاور الإصلاح التي حددتها الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة. لقد تضاعفت الجهود خلال السنوات الماضية وفقا للأولويات التي حددها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني لتكريس استقلال القضاء وتقريب خدماته من المواطن، وتجسد ذلك في زيادة الموارد المالية للقطاع مما مكن من تعزيز البنية التحتية، وتم مد القطاع بوسائل معتبرة من تجهيزات وسيارات، كما تم تطوير أدوات العمل بتوفير النصوص وإطلاق تطبيق الحقيبة القضائية، وقد بذلت جهود كبيرة لتحسين الأوضاع المادية للعاملين بالقطاع، وتم تعزيز الولوج للقضاء من خلال تفعيل مكاتب المساعدة القضائية في جميع عواصم الولايات ودعم دور المصلحين بزيادة أعدادهم والرفع من تحفيزاتهم المادية بشكل كبير. نحن مقبلون إن شاء الله على مضاعفة هذه الجهود وفقا لنتائج المنتديات العامة لإصلاح وتطوير العدالة واعتماد الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة. وقد تم اعتماد آليات متعددة لتنفيذ مخرجات هذه الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة خلال السنوات الخمس المقبلة تحت الإشراف المباشر لفخامة رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة السيد محمد ولي الشيخ الغزواني. كما تمت مراجعة للهيكل التنظيمي للوزارة واستحداث إدارات جديدة للتعاون والرقمنة وتعزيز الوحدات الإدارية الأخرى. إننا نرجو من هذا الاجتماع أن يشكل فرصة لطاقم النيابة لتدارس وتقييم عملها وتبادل التجارب والخبرات وطرح الإشكاليات والتحديات التي تواجه العمل وبلورة تصورات تضمن توحيد تعاطي النيابة مع الإشكاليات التي يواجهها عملها. إشكالات وضعت على طاولة النقاش لإيجاد حلول لها في أسرع وقت ممكن، مع الحث على الصرامة في الملاحقات الجنائية ومرافقتها باحترام كامل لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة وإعطاء عناية خاصة لحماية القصر والفئات الضعيفة في كافة المساطر وفق ما تنص عليه التشريعات الجنائية. وسيمكن هذا اللقاء من تدارس الثغرات من أجل سدها أينما وجدت سبيلا للوصول إلى قضاء مستقل ونزيه. محمد عمر بلول، الموريتانية. وفي ختام زيارتي لولاية الحوض الشرقي، أدى وزير الزراعة تمومو البيباتة رفقة والي الحوض الشرقي السد مرسيدي زيارة تفقد واطلاع للأشغال الجارية في بناء السدي فيلا ببلدية بوكادوم التابعة لمقاطعة أمرش وشلخة الناقة في بلدية بريبافا بمقاطعة النعمة. وقد اطلع الوزير على تقدم الأشغال في المنشأتين والتي وصلت مراحل متقدمة، ويتسع حوض السد فيلا ل700 هكتار، وهو من أكبر السدود الزراعية في ولاية الحوض الشرقي، ويتميز بوجوده في منطقة ذات كثافة سكانية عالية تعاني من الهشاشة، فيما يغطي حوض السد الشلخة الناقة 50 هكتارا. وخلال مختلف المحطات المزورة حث الوزير القائمين على هذه الأشغال على ضرورة احترام المعايير المطلوبة والأجال المحددة لنهاية الأشغال. وقد تولت الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال سنات الأشغال في هذه المنشآت. وفي ختام هذه الزيارة أدلى مدير الاستصلاح الريفي بوزارة الزراعة تصريح التالي لقناة الموريتانية. الهدف من هذه الزيارة اللي قام بها معالي الوزير كانت إعلان انطلاقة برنامج الخاص مكونة زراعية من برنامج الخاص تنمية الحوض الشرقي. هذه المكونة الزراعية فيها نشاطين، واحد منهم إنشاء وترميم 13 سد، والمكونة الثانية 400 كيلومتر من السياج بالأسلاك الشائكة
على المناطق الزراعيه. لان هذا السد اللي موجودين في حالا قالوا شلخة الناقه وفي له هذول الاشغال متقدمه فيهم بنسبه 90%. حاليا عندنا في هذه الولايه ولايه الحوض الشرقيه عندنا قرابه 20 سد ما بين واحدين اللي فات انتهى فيهم العمل واللي ساير فيهم العمل فيهم 13 داخله كما قلت في البرنامج الخاص للحوض الشرقي. وهذا يعكس اهتمام فخامة رئيس الجمهورية واهتمام الحكومة المواطن خاصة في المنطقة اللي مشهورة بزراعة المطرية. استضان الجامع الكبير بنواكشوط أمسي ضمن دروس الإحياء رمضان محاضرة تناولت في جانب الفقيه خطر المعاصي على الفرد والمجتمع، ألقاها فضيلة الفقيه الشيخ ناسي الحاجة، فيما تناولت في جانبها الصحي عرضا حول أمراض القلب والشرايين قدمه الطبيب سيدي محمد الشيخ الإمام. تناولت محاضرة اليوم من روضة الصيام خطر المعاصي على الفرد والمجتمع، وقد تطرق الفقيه خلال العرض الذي تم تقديمه مبين ما جاء في الكتاب والسنة من عقاب دنيوي وأخروي لمن خالف طاعة الله ورسوله وتجاوز الحدود التي حدها الله. بيّن الله تعالى أن طاعته أجرها الجنة، ومن يطع الله ورسوله، يعني من أطاع الله تعالى وطاع رسوله، جزاؤه هو الجنة. ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وهذه أعظم جائزة وأعظم أجر وأعظم ثواب. ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. المقابل، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالذي يعصي الله تعالى ويعصي رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا جزاؤه. وفي الجانب الطبي تناول الطبيب مخاطر أمراض القلب والشرايين وعلاقتها بالصوم وما قد يسببه الصوم من أضرار على مرضى القلب. لقد أثبتت عدة دراسات نشرت في مجلات أمريكية محكمة أن للصوم دور إيجابي في تخفيض مستوى الدهون HDL الدهون الضارة، وكذلك أن 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 الصوم إيجابي على المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لكن إذا كان ارتفاع ضغط الدم محكم فيه عن طريق الأدوية. دروس إرشادية في شهر رمضان في الجانبين الديني والطبي لإنارة كل من لديه استشكال في الأمور الدينية والصحية. تتواصل لليوم 15 عملية رمضان رامية إلى توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، ويدخل تنظيم هذه العملية في إطار جهود السلطات العمومية الهادفة إلى دعم الظروف المعيشية للمواطنين في شهر رمضان. لليوم 15 تتواصل عملية رمضان 2024 الهادفة إلى توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة. فعلى مستوى ولاية نواكشوط الجنوبية تسير العملية في ظروف سلسة، حيث تعد الحصة اليومية المخصصة للمواطنين الراغبين في شراء حاجياتهم من هذه المواد المعروضة. المندوبة الجهوية المفوضية الأمن الغذائي على مستوى ولاية نواكشوط الجنوبية فاطمة بابا سيدي تراوري أكدت جاهزية مخازن المفوضية وتموينها بالمواد المبرمجة الخاصة بالولاية، وقد استفاد حتى الآن أزيد من 1500 أسرة من عملية رمضان، ويعمل الموظفون ومعاونوهم من أجل إعداد الحصص اليومية وتوزيعها بعدالة على مستحقها. ونحن هنا، تضيف المندوبة، في حي الورف في مقاطعة الميناء لنعاين سير العمل في هذا الحي، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ العزواني الرامية للعناية بالشرائح الضعيفة من المجتمع. الطواقم المشرفة على تهيئة الحصص اليومية تفصل مكونات نصيب الفرد من هذه الحصص وزمنها المخفض. والحصة كما هي معروفة 24 يومية، سقيبة من مارو، زقيبة من السكر، وبيدون من الزيت، وزقيبة من بتمذيتها، وواحدة من البصل، وسردين 10، وسريع
وتماركي، هذا موزعوه يوميا، وانتم فاتحين لين الحكمات تو فريق الحصة نقفلو. هم نفتحوا الساعة 9 من كل نهار، نبيعوا حوالي 150 بوه. هاي البوه تتكون من 25 من مار و25 من السكر و5 لترات من الزيت و10 بطاط من السردين اللي هو السمك و3 كيلوات من السليق، مع تعاون مع اتحادية المخابز تجينا هون تعطينا مولي كذلك. من كل حصة تعطيه خبزايتين، معناها من كل دكان موفرة لي 200 بولاية يومية. المستفيدون من جانبهم عبروا عن تثمينهم لهذه العملية التي ساعدتهم في أداء فريضة الصيام. وشاكرين هاليوم وشاكرين الصبح، وذا البوتي الصبح اليوم اللي جينا نظامه زين فتبارك الله، وسمعت ولا في قش ولا في شيء فتبارك الله، ومن اليوم اللي جينا ما قط خلقت في دقيقة ولا المشاكل، ينبعنا على زين حاله ونمشي على زين حاله. البوتيك ما شاء الله ما رينا فيه ما معاملة زينة ولا في خاصية، ويبيعونا بجود ما شاء الله عمل وبالنظام، ولا في حد من حد إلا اللي جاي أصبح نجو السابعة نجو الثامنة يجوا يعطونا الأرقام نشروا عليهم ونقيموا ماشيين، ما قطعنا أي مشكلة فيه ما شاء الله. عملية رمضان 2024 كسابقاتها فكرة تسعى السلطات العمومية من تنظيمها إلى مساعدة المواطنين على أداء فريضة الصيام من خلال توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة. يعقوب الصوفي، الموريتانية. نهاية النشرة، نذكر بالعناوين. على إثر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السنغالية، رئيس الجمهورية يهنئ رئيس السنغالية المنتخب بمناسبة فوزه ويشيد بنضج التجربة الديمقراطية السنغالية. رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي يستقبل بالقصر الرئاسي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رواندي المبعوث الخاص لرئيس جمهورية رواندا. وزير العدل يشرف في نواكشوط على انطلاق اللقاء السنوي للنيابة العامة ضمن جهود مواكبة إصلاح وتطوير العدالة في بلادنا. تقبل الله صيامنا وصيامكم، دمتم في أمان الله.